مرحبا واهلا وسهلا فيكم في لقاء متجدد كما وعدناكم كل يوم. بنحاول انه نطلع معكم مرتين باليوم الساعة 6 والساعة 10. اليوم حيكون معنا لقاء مهم جدا عن موضوع التلي ميديسن او الفحص الطبي او الطبيب اللي عن طريق الانترنت، خاصة بعد الأزمة هاي اللي احنا فيها الآن، أزمة الكورونا والحظر المنزلي، ومعظم الأطباء والكلينيك أغلقت أبوابها أمام المرضى وصاروا يقولوا لهم إذا في إشي مهم جدا تروحوا على الإميرجنسي. اليوم مستضيفين شخصية عربية، نفتخر إنه شخص عربي قام بعمل ويب سايت، وهو الأستاذ علي عبد الحسين. أهلا وسهلا فيك. هو مدير الشركة التنفيذي لشركة سيف ميد تو جو. بدأ بهذا المشروع وحبينا نلتقي معه، نتكلم عن المشروع، نتكلم عن أهدافه، كيف ممكن يساعد الجالية العربية وكيف ممكن تستفيد منه الجالية العربية. فأهلا وسهلا بك أستاذ علي. أهلا وسهلا بك، شكرا دكتور جمال على استضافتك، وشكرا للمستمعين الكرام. وحبيت أقول لك كل عام أنت بخير، رمضان كريم إن شاء الله بالصحة والعافية. رمضان كريم علينا وعليكم. عشان أذكركم في البداية قبل ما نبدأ، الموقع موجود أمامكم على تحت اسم الأستاذ علي، اللي هو www.safemed2go.ca safemed2go.ca، وانا احطه في الرابط تبع الكومنتس عشان اذا حدا بده يدخل عليه بعد الحلقه. استاذ علي، اول شيء من اين جاءت هذه الفكره؟ حدثنا يعني كيف بدات. فكره جميله جدا وفي وقتها. يعني هي الفكره صراحه كانت شويه مختلفه لما بدينا العام الماضي، جت نتيجه لاحباط انا مريت فيه شخصيا، انه كل ما اروح الووكن كلينيك او حتى الفاميلي دكتور اطول على الاقل يعني ساعه، مرات نصف ساعه حتى لما احكي مع الدكتور، وبعض الاحيان الدكتور اما مش موجود او وبالاضافه لانه طبعا الدكتور قد يكون بعيد من المنزل وهذا ياخذ وقت كوميوت تايم. فقررنا انه نعمل موقع صغير انه يحاول يحسب عدد كميه أو, او 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 مقدار الويت، يعني الويت تايم، الانتظار، كم دقيقة واحد ينتظر عند يروح الووكينج كلينيك. وطورناها الفكرة، بس بعدين وصلنا للحاجز انه فكرة التيلي ميديسن هي اللي بدنا نطورها ما كانت مغطاة من الحكومة، ما تندفع للحكومة من الانشورنس يعني الاوهب. فقررنا انه نغيرها شوية شوية لحد ما صار اجى الكوفيد، كوفيد 19 لما بدأ قررت الحكومة انها تدعم التيلي ميديسن، تدعم انه تحكي مع دكتور عبر التليفون او بالفيديو. فعدنا احياء الفكره ولقت استحسان وطلب كثير من الناس، لان هوايه من الناس ما يحبوا انه يعرضوا نفسهم للفيروس. فاطلقنا هذه الشركه وقررنا انه نركز على الجاليه العربيه اللي هي تحتاج انه تحكي مع دكتور يحكي باللغه العربيه ويفهمها. إذا هذه الفكرة كانت موجودة سابقا، ولكن زي ما فهمت منك إنه إذا أنا كنت بدي أستخدم هذه الطريقة لازم كنت أدفع مبالغ 40 50 70 دولار زي ما فهمت منك، صحيح؟ طبعا، يعني كأنما ما عندك انشورنس. يعني حتى اليوم اللي ما عنده انشورنس، مثلا اللي الترافلر أو اللي سافر لأمريكا وما عنده انشورنس، مضطر إنه يدفع 50 أو 60 أو 70 دولار. بس هسه صارت لما هون في أونتاريو لما تريد تحكي مع دكتور هي مغطاة من الأوهب. إذا هذا 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 عشان موضوع الكوفيد 19. موضوع الكوفيد 19 طبعا حبيت أضيف إنه هو كان مغطى بالمناطق الريفية البعيدة عن تورنتو، يعني حتى آخر قبل سنوات كثيرة من ما ينتشر الكوفيد والأمراض الأخرى، لأنه في المناطق الريفية صعب إنه واحد يلتقي بدكتور، خاصة الدكتور الأخصائي السبيشالست. فكانت مغطاة، بس بالمناطق الكبيرة اللي هي متروبوليتان سيتيز، تورونتو، لندن، وينزر، أوتاوا، ما كانت مغطاة هذه الخدمة. بس صارت كلها مغطاة لأنه صارت كتير صعبة أنه واحد يلتقي الدكتور فيزيكلي يعني بالكلينيك. طب أنا قبل ما نبدأ، أنا اللي فهمته أنه الأطباء اللي موجودين عندك من عدة مقاطعات، ممكن تحكي لنا إياهم عشان الأخوان اللي المهتمين في الموضوع؟
نعم، في الوقت الحالي أطبائنا في أونتاريو، في ألبرتا، وفي ساسكاتشوان، وإن شاء الله قريبا جدا حيكون عندنا أطباء في كوباك وفي بي سي. ممتاز. إن شاء الله، وإن شاء الله في كل مكان، بس هذه هي أول خمس مقاطعات إن شاء الله هنا. خطوات ثابتة إن شاء الله، خطوات فالآن أكيد هو ساسكاتشوان، ألبرتا، وأنتاريو. نعم نعم، وإن شاء الله قريبا راح يفتحوا على كمان مقاطعتين، وإن شاء الله نتمنى أنه لكل العشر مقاطعات والثري نورثن تيريتوريز يكونوا مداخلين في هذا البرنامج، لأنه شيء رائع جدا. طيب إن شاء الله احكي لنا شو هو التليميد أو الطبابة عن بعد. طبعا عن بعد، نعم. هو طبعا اولا هو في فرق بين التلي ميد والتلي هيلث، عشان نتاكد انه الترمينولوجي تختلف. تلي هيلث هو شوي اكثر شموليه، يعني التلي هيلث يتضمن الطبابه اللي هو انك تلتقي مع دكتور فاميلي دكتور، بالاضافه الى انك تلتقي مع سبيشالست وتلتقي مع اداريين في الكادر والاداره المستشفيات، فهو شمولي اكثر. التلي هيلث التلي ميديسن اللي هو مجالنا احنا، وانك تقدر تلتقي مع الدكتور في أي وقت أنت تختاره، عبر الهاتف أو عبر التابلت أو عبر الكمبيوتر، وعندك الخيار أما أنك تحكي بالصوت فقط أو تحكي بالصورة، وبعض الدكاترة يقبلوا أنك تحكي معهم بالشات كمان، يعني شوية محدودة هذه الخدمة، بس هي أكثر شيء، أكثر وحدة هي مستحبة هي الحكي بالتليفون. طيب أنا كيف بدي أعمل ريكوست؟ بدي أطلب دكتور، بدي أدخل على الموقع تبعكم، شو ممكن أسوي؟ كيف بدي أطلب هذه الخدمة؟ طبعا هي خطوتين بالضبط، أنك تدخل على الموقع وتدخل اسمك. طبعا إحنا ما نسأل أي معلومات بيرسونال، هذه من الأشياء اللي تميزنا من عن الشركات الثانية، إحنا ما نسأل أي معلومات بيرسونال، منها الأوهب كارد والهيلث كارد على الويب سايت، يعني فور سكيورتي ريزنز، ونتأكد إنه الخدمة تكون آمنة، أنه نسأل منك فقط الاسم ورقم التليفون والوقت المفضل للاتصال، وبعدين اللي يصير أنه نحول هذه المعلومات، وخلال ساعة نضمن خلال ساعة أنه أحد يتصل بيك من الكلينيك، من العيادة، يتحدث لك، يأخذ باقي المعلومات بطريقة آمنة، ويحولك على الدكتور بالوقت اللي تختاره أنت. هذه هي الطريقة، يعني هي خطوتين فقط، لا أكثر ولا أقل، وسريعة جدا. ومين بطلب الهيلث كارد؟ أنتو ولا الكلينيك؟ الكلينيك. فأنتو ما عندكم معلومات غير رقم التلفون والاسم. بالضبط، إحنا لا نسأل على المعلومات الصحية ولا المعلومات الشخصية، ولا حتى في billing information، ولا في credit card، وحتى ما نسأل على symptoms، يعني الأعراض المرض، يعني إحنا ما نتدخل أبداً بالمعلومات هذه. إحنا مجرد أنه نوصل الدكتور الصحيح مع المريض الصحيح بالوقت الصحيح بالوسيلة الصحيحة. فكرة ممتازة. طب أنا مثلا بدي أعمل ريكوست لوالدي، والدي كبير بالسن، أو لابني، أو لصديقي، هل بستطيع أعمل ذلك؟ طبعا طبعا، ولهذا السبب إحنا عاملين بالفورم اللي حتكملها على الويب سايت، إحنا نسأل اسمين، الاسم الشخص اللي يعمل فيلينج للفورم واسم المريض. اوكي، واضحه. طيب هلا اللي صار، يعني انتم زي وسيط في الوسط، بتحاولوا توصلوني مع الطبيب، وعنده هو البلاتفورم بيستخدمها تبعتكم، صحيح؟ طبعا هو عنده البلاتفورم اللي هو صممه المهندسين عندنا، هو يدخل على البلاتفورم يشوف معلومات المرضى، وهو ويكلمهم يعني حسب الوقت، يعني السكجول. اوكي. طيب في سؤال مهم الان نسال من احد المتابعين، بقول لك هل يتم تحويل الملف الطبي ومعرفه الاجراءات الطبيه التي تمت مع المريض؟ بما معناه انا مثلا احتجت اي معالجه او شيء، وأنا ملفي الطبي طبعاً مش موجود عند الطبيب اللي أنت بدك توصلني فيه، فهل هو باستطاعته أنه يحصل على جزء من ملفي أو يوصل معلوماتي لطبيب العائلة تبعي؟ هو يقدر يوصل المعلومات لطبيب العائلة، بس ما أتوقع يقدر يحصل على معلوماتك إلا بأوثرايزيشن معينة من الطبيب. وهذا قد يختلف من مقاطعة لمقاطعة كمان. فهم أنا بدي أعمل إمفرسايز على شغلة مهمة، إنه الأطباء اللي عند الـ Safe Med to Go أطباء authorized في أنتاريو،
وساسكاتشوان والبرتا، يعني هم مرخصين من الحكومة وهم ممارسين، فعندهم أكسس لللابز وأكسس للمعلومات اللي عند كل الأطباء في لها أكسس. يعني هم مش والله شغالين في الهند وقاعدين بعالجونا، صح ولا لا؟ أكيد. يعني في أونتاريو هم كليتهم members of the College of Physicians and Surgeons of Ontario اللي هو OPSO، والمشابه له اللي هو OPSA بتاع ألبرتا، وبعدين OPSBC بتاع بريتش كولومبيا، وهكذا. يعني احنا اصلا مش مسموح لنا انه نتعامل مع اطباء غير ثاني. وبعدين هو مثل ما قلت هي الخدمه مجانيه، يعني لازم تكون الـ 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 الخدمه تحت مظله الاوهب او مظله الاوسب او مظله الام اس بي في بي سي وكذلك. يعني فكلهم مرخصين في العمل كفاميلي او ووكن دكتورز بالمقاطعه. انا بدي صحح معلومه، انا حكيت يمكن كلمه وسطاء، فالموضوع يمكن مش وسطاء، انتوا عم تعطوا من A to Z، يعني مش بس وسطاء، لانكم بتعطوا البلاتفورم للطبيب عشان يقدر يطلع ويحكي مع المريض، صحيح؟ صحيح صحيح. وكمان الصيدليات طبعا، هو في وسيط ثالث او في عنصر ثالث بالشغله، هو الصيدليات، وكثير من الصيدليات تعمل دليفري مجانا للوصفات الطبيه. فنحن كمان نعمل تعامل مع الصيدليات، لانه نحن نسالك كسؤال اوبشنال، يعني سؤال اختياري وليس اجباري. انت لما تدخل على الموقع نسالك انت عندك صيدليه معينه تريد الوصفه انها ترسل اليها عشان، فاحنا نتعامل مع الصيدليات كمان. ممتاز ممتاز. وممكن هم يوصلوا ممتاز، شيء رائع. ممكن. طيب يعني مثلا شوبرز دراج مارت باغلب الاحيان هو يوصل، في كثير صيدليات في مدن مختلفه ومقاطعات مختلفه هي توصل مجانا، توصل يعني تماما، ما يحتاج اي خروج من المنزل وتعرض نفسك للعدوى والامراض الثانيه، وحتى يعني هي يعني صراحه أنا اللي حيصير انه حتى ورا ما ان شاء الله يتم السيطره على المرض، الناس حتشوفها صعبه انه انا اروح نصف ساعه عشان اروح للعياده وانتظر نصف ساعه، وممكن اشوف الدكتور ممكن ما اشوفه، ممكن يكون بيزي وبعدين ارجع، يعني ساعتين او ثلاثه من اليوم راحت خلاص. صحيح. وبالاضافه انك تروح للصيدليه وتنتظر، فهذه كليتها اشياء ان شاء الله حتتحسن وحتتسرع بالمستقبل. يعني هذه واحده من الاشياء الجيده اللي صارت، انه الاعتماد وتوظيف التكنولوجيا بصوره افضل حيكون اكثر واكثر، مش بس بالتليميديسن، بس مثل ما تعرف بالتعليم ومجالات مختلفه. اكيد اكيد. طب انا عندي سؤال يمكن يكون بدي تشرح لنا اياه اكثر، موضوع الدفع. الان اللي فهمته منك انه انتم ما بتاخذوا اي مبالغ نهائيا. اذا اي واحد كان عنده كارت الصحه تبع المقاطعه فهو يعالج مجانيا، انتم بتحاسبوا او الاطباء بحاسبوا المقاطعه مباشره، صح ولا لا؟ صحيح. يعني هو لما نحول المكالمه للكلينيك، المعلومات اللي موجوده هون على الهيلث كارد الاوهب كارد حيسألوها بالتليفون وحيتأكدوا من صحتها وتاريخ الإكسبيري ديت بتاع الأوهب كارد، ومباشرة يتعاملوا مع حكومة المقاطعة، وكأنك مثل ما كأنك تروح لأي ووكن كلينيك، يعني أنت ما تدفع. طب اللي ما عنده تأمين؟ هو أغلب يعني هو مو مثلا في أونتاريو مو إلا الأوهب كارد اللي يدفع، في كتير تأمينات تدفع، مثل تأمينات الـ IFHP program اللي هو بتاع اللاجئين، هذا كمان يغطي. أغلب التأمينات شركات التأمين الخاصة تغطي تالي ميديسن، وإذا تغطي تالي ميديسن، إذا كانت هي تغطي تالي ميديسن، فأغلب الأحيان هي حتسمح للكلينيك إنها تعمل بيلينج مباشر يعني للتالي ميديسن. إحنا لحد الآن خدمنا أكثر من 5000 مريض أو 5000 زيارة بالأحرى، ولا مرة طلبنا يعني ولا مرة صار أي financial transaction. طبعا أنا يعني عشان نطمن الجميع انه اي واحد بيستخدم هذه الخدمه لن يدفع شيء من جيبته، خاصه اذا كان يعني عنده تامين او مغطى من المقاطعه اللي موجود فيها، وبتعالج مجانا اكنه راح على كلينيك عادي يعني. فما في اي شيء غريب الا انه راح يكون التلي ميديسن. طيب برأيك شو الأشياء اللي بتغطيها التيلي ميديسن؟ يعني احنا عارفين يعني واحد بده دياغنوس كبير أو كانسر أو إشي، صعب يكون التيلي ميديسن، فشو بشكل عام أعطينا نظرة عن هذا الموضوع.
هي تقريبا تغطي كل شيء ما عدا البريسكريبشنز اللي هي كنترولد، اللي هي الناركوتكس والاشياء بعض الوصفات المحدوده اللي هي اصلا حتى في الصيدليه شويه عليها سيطره الصيدليه يعني فيزيكلي، بس هي تغطي اي شيء يعني اي يعني ممكن يكون ببساطه عمل اسسمنت لمخاطره الكوفيد 19، انك تكلم تخابر تقول انا عندي طفل عمره كذا، شو هي خطوره انه ينعدي، او عندي مثلا سينيور كبير بالعمر وعنده مرض، يعني هذا مغطاة ال cough conditions basic conditions lung conditions bruises طبعا الأشياء اللي تحتاج physical examination اللي هي مثلا الكسور هذه قد ما يمكن تشخيصها بطريقة صحيحة بالتليفون، بس أشياء ثانية مثلا referral to lab for lab work يعني blood work عمل اختبار دم فحص دم، هذا ممكن كله يصير على التليفون. أوكي. أنا بدي أحط بعد إذنك تليفون تحت الشاشة، اللي بيحب يتصل فينا أو يسأل أي سؤال مباشرة سواء عن طريق الكومنت أو يتصل فينا بنرحب فيه طبعا، وإن شاء الله الأستاذ علي بيقدر يجاوبكم إذا في عندكم أي أسئلة. طيب أنا في عندي سؤال الآن بالنسبة للبريسكريبشنز، أنا شفت أحد هدول الأطباء وأعطاني بريسكريبشن، هذا سؤالي الأول، أو أنا عندي بريسكريبشن سابق من طبيبي وبدي أعمل له تجديد ومش قادر أتواصل مع طبيبي، هل بقدر أعمل له تجديد؟ أي صيدلية بروح؟ كيف بدي أتواصل مع الصيدلية؟ هل أنا بختار الصيدلية أم الطبيب بيختار الصيدلية؟ هو أنت تختار الصيدلية، وأغلب الأحيان إذا ما كان عندك صيدلية معينة الطبيب حيسألك شنو أقرب صيدلية إلك يعني جيوغرافيكلي. اختيار الصيدلية هو راجع تماما للمريض، الطبيب ما يتدخل بهالموضوع. بالنسبة للسؤال الشق الأول من السؤال هو ممكن تجديد البرسكريبشن وممكن عمل برسكريبشن من جديد يعني يعني مثل ما قلت، لا في كنترولد ميديسنز وناركوتكس هذه ما ممكن عملها عبر الهاتف، بس everything else يعني أي شيء ثاني ممكن أعمله. يعني مثلا عندي رشح بدي ريناتين أو إشي زي هيك عادي بكل سهولة ممكن يوصف لي الطبيب. أنا ما بعرف شو ريناتين، ما حقول لك يعني قطعا أدوية الحساسية مثلا. أي فما ما حجزم قطعا أي مثال أي. بس بسرعة ما أغلب الأعراض ممكن أعملها. طب أنا مثلا أنا ما عندي، بس إن شاء الله ما يكون عند حدا، بس مثلا عندي أدوية ضغط وباخدها من طبيبي ومش قادر أتواصل مع طبيبي، هل ممكن أحكي مع الطبيب ويرجع يوصف لي إياها؟ طبعا إحنا عندنا مرضى جددوا أدوية الدايابيتيز والضغط عبر الهاتف يعني. ممتاز. هاي مهمة الدايابيتيز لأنه هذا بده يعني بريسكريبشن دائم. طيب في سؤال نسأل هلأ، هل بتساعدوا بالوصول إلى أخصائي في حال تعذر ذلك؟ يعني هل تقدر بعمل ريفيرال دكتور لأخصائيين؟ طبعا هي الخطوة الثانية في safemedtogo.ca إنه حنعمل تواصل مباشر مع أخصائيين، بس هسه لأحد من المرضى أراد إنه يحكي مع أخصائي لازم يحكي مع طبيب عام ويعمل له ريفيرال بعدين يلتقي في أخصائي. بس الطبيب اللي أنا ممكن أشوفه على سيف ميد تو جو ممكن يعمل لي هذا الريفيرال؟ بحدود طبعا، يعني مثلا أكو أشياء تحتاج اكس راي والترا ساوند قبل ما يعمل ريفيرال، فهي البروسس تاخذ وقت يعني، ما هو ما يقدر مرات ما يقدر يعمل ريفيرال على طول. طيب هو عليك الريفيرال يكون بيست اون لاب تيست او اكس راي او الترا ساوند وكذلك، تحتاج فترة معينة يعني. سؤالي عن هاي الشغلات اللاب تيست والريكويزيشنز تبعت السي تي سكان والاكس راي وريفر، ابني وابن ناش نضل نفول على حدا، واحد وقع مثلا شاكك انه انكسرت ايده، هل ممكن يقول له اوكي انا بعت لك اكس راي تروح على المستشفى الفلانيه تعمل؟ ممكن فالريفيرال واللاب ريكويزيشنز لاب تيست هذه كلها تصير، وعاده الاطباء يعني يستخدموا وسيله الفاكس او الايميل بينهم عشان يبعثوا هذه الطلبات، بس ممكن. والله انتم يعني ما شاء الله عليكم، يعني انا نرفع القبعه يعني اللي بتقدموه شيء رائع جدا، وراح يحل مشكله كبيره اي ثينك في الميديسن في انتاريو بشكل عام وفي كندا ان شاء الله، فالله يعطيكم العافيه. طيب عندي سؤال يمكن بيسالوه الكل، احنا الجاليه العربيه
كيف ممكن تستفيد من هذا الشيء؟ هل عندكم أطباء عرب؟ إيش اللغات الثانية اللي بيحكوا فيها الأطباء اللي عندكم؟ هو طبعاً إحنا عندنا أكثر من 20 لغة مثل ما مكتوب بالموقع، بس التركيز الحالي هو التركيز البدائي، وقد يكون التركيز الكلي تقريباً للشركة هو الجالية العربية، ولسبب من أسباب، إنه لسببين. السبب الأول إنه هي اللغة، والسبب الثاني إنه كثير من العرب خاصة بالفترة الأخيرة هم جدد للنظام، فهم أصلاً يعني من الصعب عليهم إنه يحصلوا على family doctor. يعني في مدن، في كثير مرضى في مدن خاصة في أوتاوا، من يعني مو بسهولة. أنا سمعت ذاك اليوم واحد يحكي معي قال لي أنا على waiting list، صار لي سنة ونص عشان أحصل على family doctor. فالجالية العربية وخاصة الجدد اللي جايين، المهاجرين الجدد واللاجئين، يحتاجون هذه الخدمة. فهو إحنا هسه تقريبا 90% من تركيزنا هو على الجالية العربية. ممتاز. طب ممكن تحكي لنا شو بشكل عام اللغات الثانية اللي بيحكوها الأطباء؟ اللغات الثانية أوردو، هندي، بنجابي، بيرجن، تشاينيز، فرنش، روشن، في ليست بتاع 20 languages. يعني نضاف للأطباء العرب اللي عندنا، نحن تقريبا عندنا أكثر من 35 عيادة معانا، وكل عيادة تقريبا في 4 أو 5 دكاترة، يعني عندنا تقريبا أكثر من 100 دكتور بين المقاطعات اللي بيشتغل فيها. فدائما يكون في لغة نقدر نخدم فيها، بس هو هسه تقريبا مثل ما قلت، لأنه تركيزنا نحن على الجالية العربية كبداية، أغلب الطلبات جاية بالعربي وبالإنجليزي. اوكي، ممتاز ممتاز. في سؤال مهم اللي هو معظم بتعرف صبايا الجالية العربية بيحبوا سيدات بيكشفوا عليهم او يحكوا معهم، خاصة بالشغلات النسائية، فهل عندكم طبيبات عربيات اناث يعني؟ طبعا، هو واحد من الاشياء اللي نسالها بالفورم اللي تعبيها على safemedtogo.ca هو شو what gender what doctor gender do you want، وبناء على هذا الطلب نقدر نحول على الطبيب المعين. وكذلك لما 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 نكلمك العياده بعد ما نبعث المعلومات للعياده، عندك فرصه ثانيه انه تسال مره ثانيه، انه تطلب مره ثانيه تغير رايك الى رد الطبيب ميل اور فيميل. اوكي، طب في سؤال عندي انا عندي طبيب عائله مسجل عنده انا، وما بدي اخسره يعني، بس خلال فتره هاي الكوفيد 19 مش عم بستقبل الان، بعت لي مسج قال انا ما بستقبل مرضى، هل بقدر استخدم هذا وما بضيع علي الفاميلي دكتور تبعي؟ هو تعتمد حسب التعامل تاعك مع الطبيب العام. انا اللي فهمته انه بعض الاطباء العامين يفرضوا عليك انه توقع شيء اسمه روسترد، اللي هو انك تلتزم باللقاء مع الدكتور بتاعك الا في حالات الامرجنسي. اغلب الدكاتره ما بيعمل هيك، فما اتوقع انه في اي مشكله، ولحد الان احنا ما صارت عندنا اي مشكله، انه خاصه في هذه الظروف الصعبه يعني ما بتوقع انها مشكله. ممكن هذه حتكون مشكله وعنصر يعني قابل يعني للنقاش، ممكن بعد ان شاء الله ما تخلص الظروف الحاليه. طيب، تلخيصا سريعا للي حكيناه الان، انتم الدكاتره ممكن يسووا يعملوا لك بريسكريبشن اذا احتجت، وممكن يعملوا لك ري بريسكريبشن ورينيوال للبريسكريبشن، وممكن يعطوك لاب ريكوست اذا احتجت، او ريكوست لسي تي او لام ار اي حسب الحاله، وممكن يعطوك برضو ريفيرال لاطباء اخصائيين اذا حالتك بتحتاج، صحيح؟ نعم، وممكن يعملوا اضافه، ممكن يعملوا ميديكال نوت و سكول نوت، يعني اللي مثلا ما يقدر يروح لامتحان او ما يقدر يروح للشغل ويحتاج نوت، هذه كمان ممكن يعملوها. اوكي، هذه يعني انا صراحه احيانا برضو بفكر فيها، اذا انا مريض وتعبان لازم اروح اقضي لي 4-5 ساعات عند الدكتور في الكلينيك عشان اخذ النوت اوديها اني غبت عن الشغل، لا اروح على الشغل، ما هي كل الشغل 8 ساعات، فصح ولا لا؟ يعني صح بالضبط، يعني الميديكال نوتس هاي ترى نقطة مهمة جدا انه ممكن يعطوها. طيب، في سؤال، اعتقد انه الميديكيشن هلا، انا حكيت مع الدكتور واعطاني هاي الميديكيشن وحكيت مع الصيدلية، هل ممكن توصلني هاي الميديكيشن دايركتلي تو هوم، او لازم انا اروح اخذها خاصة مع الوضع الحالي كبار السن هدول اللي بيعانوا من هاي الشغلة؟ طبعا. اوكي، احنا الاطباء بتاعنا
يوصلوا البرسكريبشن الوصفه الطبيه للفارماسي اللي تختارها انت. هلا اغلب في الظروف الحاليه اغلب الصيدليات عندهم هذه خدمه التوصيل المجاني، لكن في صيدليات ما تعمل هذه الخدمه، فهو انت اختيارك اللي يحدد هذه الخدمه، وجود هذه الخدمه مع عدمها. بس مثلا اذا انت ما كنت تعرف صيدليه وتحتاج انه احد يوصل لك اياها، انت ممكن تبعث لنا مسج تقول انا ما عندي صيدليه تعمل فري ديليفري، ونحن ممكن نختار حسب العنوان بتاعك، ممكن نختار اقرب صيدليه لك ممكن توصل توصيل مجاني. بيرفكت بيرفكت. طيب في سؤال، انا مثلا شفت طبيب واعطاني بعض النصائح بعض الادويه، وبعد اسبوع قال لي لازم تشوف الطبيب مرة ثانية عشان تعمل فولو أب، فهل بستطيع أشوف نفس الطبيب بعد أسبوع؟ هل في طريقة أني أقدر أتواصل معه أم حشوف طبيب تاني في التلي كونفرنس التاني؟ نعم، سؤال جدا في محله طبعا. هو أنت مجرد أن تعمل الطلب مرة ثانية على الموقع بتاعنا safemedtogo.ca أوتوماتيكيا حيطلع عندنا أنه أنت شفت الدكتور المعين في هذه الفترة المعينة، فنحن اوتوماتيكيا حنبعثك للدكتور اللي انت شايفه من قبل، الا اذا انت قلت لا انا اريد اشوف دكتور ثاني. هي اوتوماتيكيا بالبلاتفورم بتاعتنا، يعني بالنظام بتاعنا، انه تورينا مين الدكتور اللي شفته، مين العيادة ومين الدكتور، واحنا حنبعثك لنفس الدكتور. بنذكر باسم الموقع اللي هو www.safemedtogo.ca. طيب الآن أنت عارف خاصة بالمواضيع الطبية الناس بتخاف شوية وبتقول لك أنا معلومات الطبية، وممكن الناس تعرفها مع أنه صارت معلوماتنا الآن وصورنا على الإنترنت في كل مكان، واسمك ورقم تلفونك وإيميلك ويمكن عنوانك والدرايفنج لايسنس نمبر، كل شيء صار معروف. بس بشكل عام الأشياء الطبية دائما في عليها ناس بتخاف إنها، فهل هذا البلاتفورم سيكيور؟ في عليه في ممكن يكون في هاك بعد فترة؟ نعم، مثل ما قلنا ذكرنا في البداية، هو أصلاً البلاتفورم، الدخول على البلاتفورم، هو أنت كل اللي تحتاجه هو اسمك ورقم تليفونك. نحن بالبلاتفورم أبداً ما نسأل على معلومات شخصية، حتى تاريخ الولادة ما نسألها، يعني date of birth. يعني أغلب الويب سايتات الموجودة في المواقع التواصل تسأل على معلومات أكثر بكثير من عندنا. نحن مجرد أنه نسأل اسمك ورقم تليفونك وإذا كان عندك صيدلية، وبعدين نحولك للدكتور للعيادة الرسمية المرخصة، وهم بالتليفون عن طريق آمن هم اللي يطلبوا منك المعلومات الإضافية اللي هي الهيلث كارد، وهكذا. يعني يعني تعاملك الشخصي بالمعلومات الشخصية حيكون مباشرة مع الطبيب ومع العيادة وليس عبر الإنترنت، اللي هو كأنك عم بتروح بتزور العيادة وبتعطيهم الكارت تقريبا، بس اللهم عن طريق التليفون. صحيح؟ صحيح. طيب في سؤال بدي أسألك إياه، هل لازم أعمل ريجستريشن على الموقع، أعمل يوزر نيم وباسورد، ولا ما في داعي بس إذا احتجت؟ لا أبدا، لا يحتاج ساين أب، لا يحتاج لوجن، لا يحتاج ريجستريشن. يعني بالضبط تأخذ 30 ثانية أو أقل من 30 ثانية، وأغلب المرضى يدخلوا حتى عبر الموبايل، ما يستعملوا اللابتوب أو التابلت، يعني بسهولة مجرد أنك تضغط first name last name والتليفون نمبر، بس تأكد أن رقم التليفون صحيح عشان نقدر نوصل لك فيه وخلص. يعني few seconds. It takes few seconds. يعني طيب سؤالي التالي اللي هو، متى ممكن أطلب هذه الخدمة؟ هل في أوقات محددة مثلا من 9 للـ5 أم 24/7؟ هي الموقع مفتوح 24 ساعة 24/7، فأنت ممكن تطلب الخدمة. يعني ممكن أنك وهي هسا خاصة في ظروف رمضان، أجواء رمضان، أغلب الخدمات تجي بالليل، ساعة 1 بالليل، ساعة 2 بالليل، ساعة 3 بالليل، فهي أنت ممكن تطلب الخدمة أي وقت. بس نحن عادة حسب أنت الطبيب واللغة والجندر اللي تطلبه نحولك على عيادة مختلفة، كل عيادة لها توقيت. أوقات العيادات عادة يكون الويكند من 10 صباحا للـ3 ظهرا، وأوقات أيام الأسبوع الويك دايز من 9 صباحا للـ7 مساء، الوقت المحلي طبعا. أوكي، وقت حسب المقاطعة. طيب الآن يمكن يكون أنا أسئلتي تقريبا انتهت، بس بدي أسألك سؤال أخير. إذا أنا بدي emergency، زي ما حكينا واحد انكسرت إيده ومبين it's emergency، do I have to call the clinic ولا go to the ER؟ 911.
911 better. Yeah. طيب أنا أتوقع أنه يعني الفكرة أكثر من رائعة، والطريقة اللي عم بتسووا فيها ممتازة وخدمة. يعني أول إشي أنا عارف أنه أنتو بزنس بروفايل أكيد فيها بزنس وايز، بس طريقة تقديم الخدمة راح يكون فيها فائدة للجالية بشكل عام، وبذلك ندعو لكم بالتوفيق، ندعو الله أن يجزيكم عما تقوم به بخدمة الجالية خيرا، لأنه فعلا 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 هذه المواضيع مهمة جدا لأبناء الجالية. أول إشي إيجاد الطبيب، بعض السيدات بتحرجوا أنهم يروحوا على أطباء ذكور، فهذا خدمة موجودة. سرعة التلبية، ما في داعي أنك تسوق وتروح، معظم الحالات زي ما حكى الأستاذ علي أنه ممكن الطبيب عن طريق كلامه معك يشوفك، يشوف عينك عن طريق الكاميرا، ممكن أنه يعطيك التشخيص المبدئي ويعطيك دواء، وإن شاء الله يكون في علاج. اللي فهمته من الدكتور أنه الأطباء، الأستاذ علي، أنه الأطباء اللي عندهم معظمهم من ذوي خبرة. حكينا عن هذا الموضوع، خبراتهم. طبعا نحن اخترينا عدد من الأطباء اللي عندنا وحطينا البروفايل تاعهم في الموقع، ممكن الدخول عليهم مباشرة، في صور وفي أسماء وحتى اللايسنس نمبر بتاعهم موجودة، ممكن أنك تدخل وجوجل، مجرد أنك تحط اسم الدكتور اللي تختاره أنت، مجرد أنك تحطه على جوجل يطلع بروفايل كاملة، وين مكانه، وين الكلينيك، اللايسنس نمبر، من أي مؤسسة هو مرخص، كاملا. أوكي. طبعا بذكر مرة تانية باسم الموقع اللي هو www.safemedtogo.ca safemedtogo.ca. موقع أنا دخلته صراحة وطلعت عليه، موقع سلس وسهل وفي معلومات كثيرة ممكن تستفيدوا منه، وخاصة في الوقت الحالي احنا بنحكي إن شاء الله ربنا لا يحوج أحد لأي طبيب، لكن هذا شيء واقعي وبيصير كل يوم، بنحتاج لأطباء، بنحتاج لأهلنا، أبائنا، أمهاتنا، أبنائنا، صار مع مغص، صار مع ألم، ما بتعرف شو بيصير، لكن جيد إنه نعرف إنه في أوبشن زي هذا، واللي قائمين عليه إخوة عرب عم بيحاولوا إنهم يفيدوا الجالية العربية. فمرة تانية باسمي واسم الأستاذ محمد تميمي واسم جميع المشاهدين بشكر الأستاذ علي وبشكر جميع الأطباء على جهودهم. بعطيك آخر كلمات إذا بتحب توجهها للجمهور. شكرا جزيلا وشكرا شخصيا على هذه المبادرة اللي أخذتها أنت دكتور جمال، أنا بدأت تسلط الضوء على هذه الإبداعات والشركات العربية. أشكر الفريق معنا وأتمنى الصحة والعافية للجميع. و www.safemedtogo.ca. شكرا. شكرا لكم جميعا، شكرا على أسئلتكم، وبارك الله فيكم وفي جهودكم، ومرة تانية إن شاء الله دائما تكونوا بألف صحة وألف عافية. شكرا أستاذ علي. شكرا.